السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله صحتكم لاباس. توجور في قناتكم سبور ولا ديزاد مع قادي، مرحبا بكم خاوتي وبارك الله فيكم على الدعم. خاوتي هذه رساله لحصه بالمكشوف وعلي بشيخ، انهم يواصلون الكلام وفضح الفساد واظهار صوره جميله اذا كانت صوره جميله على الرياضه الجزائريه، واظهار الصوره السيئه خاصه في الحالات الانسانيه، سواء للاعبين، سواء للاطفال، سواء للمرضى اللي محتاجين مساعده، خاصه الرياضيين القدامى كما راكم تقوموا. خاصه ذكرونا بالزمن الجميل، لاعبين اللي ما نعرفوهمش، حاولوا تحاربوا الجهويه، حاولوا تحاربوا مثلا التمييز، حاولوا تعطوا حق لكل منطقه، تعطوها مثلا حقها في التكوين، تعطوها حقها انها مدرسه كرويه، حاولوا تجبدوا انديه شعبيه اللي تغمرت، حاولوا تعطوا حق تحاربوا تحاربوا الرشوه، تحاربوا التحكيم، ماشي تحكي تحاربوا التحكيم يعني التحكيم السيء، تحاربوا التحكيم، تحاولوا تحكوا على الخفايا كره القدم. هذو اللي بريزيدانات كما يقول لهم علي بالشيخ، هذو اللي يتعاطوا رشوه واللي يتواسوا واللي يتواسوا، حاولوا تبينوهم للراي العام. راكم سلطه، راكم سلطه رابعه وعطيكم الحق. يعني هذا الانذار خروطه في خروطه اللي جاكم انتوما، كي يكون المحتوى الرياضي مليح ما كاش اللي يعاقبكم، مام الدوله تدعمكم، مام الدوله تدعمكم. لهذا وتجنبوا كما كنتوا ديروا انتوما، اسباب تقريبا اللي خلاتكم يعني الشعب، شوف الشعب، شوف الجمهور الرياضي شافكم شويه مظلومين، تقاسم الجمهور، كاين اللي معاكم، كاين اللي يقول لك لا هما اسباب الفتنه، هما اللي تشوف لي كومونتير، يعني انقسموا. لكن دائما الجمهور الرياضي ما يحبش الظلم، كي شافكم انكم في الاونه الاخيره تهضروا وتدينونصوا وتهضروا بكل حريه خاصه عن اخطاء الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، وشفناكم حطيتوا ضوء على عده اتحاديات من بينها اتحاديه رفع الاثقال والاتحاديات الاخرى، جبتوا تاع الرياضيين، جبتوا لاعبين كره اليد، حطيتوا الضوء على لي بوكسر اللي حرقوا، حطيتوا الضوء للي بوكسر ابطال عالم وتسيبهم يخدموا ديميويزي، ما عندهمش اقامات وما عندهمش وين يسكنوا، ما عندهمش حاله تخليهم يلعبوا ولا حاله اجتماعيه تكونهم مليحه لرفقه هذه الابطال. شفناكم سلطتوا الضوء على عده حالات انسانيه خاصه للاعبين القدامى، شفناكم من خلالكم تدخلت الدوله ولا تدخلت اطارات وزاره الشباب والرياضه وتكفلت بهذه الحالات. شفناكم بسبتكم تغيرت اتحاديه هذه كمال الاجسام، شفناكم كذلك تطرقتوا لموضوع كره اليد. شفنا كي تكون حاجه ايجابيه نقول لكم حاجه ايجابيه، لكن انتم للاسف عندكم الماضي، خاصة الماضي تاع اللاعبين المغتربين، اللاعبين المغتربين فترة من الفترات كنتو سومبيتي، وخاصة ذكر الأسماء، خاصة ربما الطرح تاعكم ولا ترجمتكم للمواضيع كانت خاطئة. ما نتهموش الخط التحريري لأنكم في الأغلب صحفيين، وخاصة راكم مع بوحنيكة ربما يكون هو محامي ولا تكوين تاع محامي، وخاصة أنه متمكن من اللغة العربية نورمالمون في المونتاج، كي يشوف حاجة ماشي مليحة يقول لا ذكرت الاسم لا هنا نقلع، خاصة فيما يتعلق باللاعبين، خاصة اللاعبين المغتربين راني نهضر خاوتي. ثم جاتكم فترة من الفترات كنتوا حابين ولا كنتوا سبب من أسباب سقوط الاتحادية الحاج محمد روراوة، شفنا الهجمات اللي كانت تصرى، شفنا التجاوزات الإعلامية، نهضر على الإعلامية اللي كانت، كنتوا شوفوا واسيتوا بعيسى ماندي، ذكرتوا غولام، ذكرتوا محرز اللي كان أحسن لاعب بغيتوا تبدلوه بلاعب، خاصة فترة ماجر كي قبض المنتخب، هذا اللاعب محرز يكون في البنك كان عنده مستوى على هذا اللاعب. مع هذه الايام راه متالق ونتمنوا له يوفق، وخاصه انه مازال محترف وما رجعش للبلاد وكمل في الاحتراف تاعو، ونحيوا فيه الشجاعه تاعو، وان شاء الله بربي ينتقل الى الدوري الانجليزي ويكون من احسن اللاعبين. انتوما حنايا انتوما كنتوا تدخلوا في 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 تدخلوا في حاجه وعكسها او ميم طون، ولا في حصه واحده تهضروا على المغتربين وممشي ادوا في ذيك الفتره ومكياش وممشي يلعبوا وممشي يديروا وممشي يديروا، او ميم طون تجوا للشامبيونات تاعنا، شامبيونات تاع رشوه، شامبيونات تاع كذا، شو الحكام فاسدين، الرؤساء فاسدين، شامبيونات منحرفه، اخطاء كارثيه، الدنيا ملاعب مكياش منا، ومن بعد تجوا تقارنوهم بالنيفو تاع اوروبا. واحد متلمذ في مدرسه ثانيه، واحد متلمذ في ديجون، واحد في كذا، واحد في كذا، واحد محترف في الدوري الانجليزي، واحد محترف في الدوري الالماني، تجيبه تقارنه تبي اللاعب المحلي وانت اللي ظلي تطعن فيه.
هنا التناقض تاعكم خلى الشعب وخلى الجمهور الرياضي ينفر منكم. لو مثلا انتم الطرح تاعكم ولا الخط التحريري تاعكم كان مثلا دافع على اللاعب المحلي، دافع كيما حبيت على اللاعب المحلي، دافع على تطوير اللاعب المحلي، دافع على تطوير خاصة تايا ما يكونش عندك لاعب محلي مليح، إذا ما كانش عندك إطارات تكوينية مليحة، نتايا تكون عندك نتايا مثلا في سيليكسيون تجيب إطارات تكوينية في الدوري الإنجليزي، قلت لك الدوري الإنجليزي في إنجلترا، ولا هنايا في سويسرا، ولا ما على باليش وين، أي مكان تروح له. الإطارات التكوينية الشبانية يكونوا ذو تكوين أكاديمي نفسي. نفسي. لماذا؟ عندك الفئات اللي تقريهم، ولا الفئات اللي تدرسهم، ولا الفئات اللي تعالج تحاول تنمي الموهبة تاعهم، خاطرات يدخلوا عندك حود يكون عندهم البنية المورفولوجية تاعهم مليحة والموهبة تاعهم ناقصة. أنت دورك كمكون أنك توفق ما بين البنية المورفولوجية تاعو إضافة إلى نقص المهارة تاعو. هنا دورك كمكون، وخاصة خطرات يطيحوا عندك ديكا عندهم حالات اجتماعية مليحة، عقلتهم في العقل ماشي الناس قاعد تكير، كاين اللي يفكر لك ها، كاين اللي يفكر لك ها، كيما حنا نقولوا طوايشي، واحد منضبط، واحد منا، وهكذا أنت تتصرف بهذه الأمور. وخاصة عندك السعي ولا الحمل، الحمل هنا في أوروبا أكثر من في الجزائر. توما برواحكم كنتوا تقولوا أن نلعبوا في 4 متر، نلعبوا في 5 متر، نلعبوا في كذا، نلعبوا في كذا، نلعبوا في كذا، نلعبوا في كذا. هنايا أمور لازم تختلف، ولازم النظرة تاعكم ربما توما الطرح تاعكم كان عوج مديبي. نورمالمون كيما علي بشيخ يدافع على اللاعب المحلي، لكن في نفس الوقت حط له تحفيز، ولا حط له كيما حنا نقولوا انه يوصل ليكسر حاجز اللاعب المغترب، يشوف مثلا تعطيهم حفز، تقولهم عندكم اللاعبين المغتربين راهم بزاف في ليكيب ناسيونال، لازم انتم كذلك تحترفوا، يكون دافع اللاعب المغترب، يكون دافع لتطوير اللعبه المحليه او الدوري المحلي. هنا ربما تكون الاطروحه تاعكم منقيه وتكون صافيه وتكون نواياكم صادقه، بصح انتم دخلتوا في امور نقيض مع نقيض، يعني تجيبوا اللاعب المغترب بلي ماهوش يلعب مليح، ماهوش يجوا على المنتخب الوطني، ماهوش كذا، ماهوش كذا، ماهوش كذا، في نفس الوقت تجوا للفريق المحلي او للانديه المحليه تما نستعرفوش بالبطوله، بطوله فيها كل الفساد، فيها كذا، اي كيف مين تجيب، اي مين نجيبوا المنتخب، مين نجيبوا المنتخب، نجيبوه من اللاعب المحترف اللي متكون تكوين مليح، سواء تكتيكيا بدنيا في كل الامور، في كل الامور، ولا تجيبه من البطوله منحرفه بالاحتراف تاعكم. هذه انتم دخلتوا في هذا النقيض والعكس، ولا كيما قالك وعكستوا بعضاكم خطرات في ميسيون واحده، نتفرجوا تهاجموا اللاعب المغترب ومهم طول تهاجموا الدوري الجزائري والبطولات، سواء كي تهاجم البطوله المحترف الاول تما راك دخلها كاع، كي الثاني كي الثالث كي الهواد كي لونير كي خلطتوها كاع. وهنا من هذا المنطلق لازم يكون عندكم خط تحريري، مع العلم انكم صحفيين ما شاء الله ذو تكوين اكاديمي الله يبارك، واحد كيما بو حنيكة خارج حقوق الله اعلم ولا محامي في التكوين، واحد كيما ما على باليش انايا اغلب الصحفيين اللي يجيبوهم اللي يشتغلوا في قناه الهداف تكوين صحافي حاجه مليحه والله وما شاء الله، لكن الخط التحريري حاولوا ما تراكم ديروا مونتاج، كي دير مونتاج تشوف تجاوزات ولا واحد تيرمون اللي يهدر ويبدا يهدر وشو والحمان وستوديو والكاميرات والكليمه خطرات والبرد الشوفاش خطرات، يقول واش يحب، يقول واش يحب، ثم في المونتاج حاولوا تلمحوا الامر، حاولوا تحسنوا من الصوره، حاولوا تنقصوا من التفرقة بين اللاعب المحلي والمغترب، خلوا اللاعب المغترب يلعب في كلاعب مغترب، وحاولوا ترجعوا اللاعب المحلي لاعب مغترب. هذه اللي رانا باغينها في الاستوديوهات، حنا تكون تحفيزية أكثر منها تهديمية. ضروري انتوما ما تغطوش الشمس بالغربال، والحاجة المشكلة أن الشعب الرياضي ولا تكوين الجمهور الجزائري أو الجزائر ككل تكوين رياضي. خاصة كرة القدم، يعني أغلب الشباب ممارسين لهذه اللعبة، سواء في الأحياء، سواء عبر الأندية، سواء عبر الجمعيات، سواء عبر منظمات أحياء، سواء في المدارس الرياضة المدرسية، كنا نركزوا على كرة القدم من اللي تبدأ صغير، تزيد كذلك، ضروري ونتيجة للثقافة الكروية اللي عندنا،
بطبيعة الحال الناس راهي تتبع، خاصة في الآونة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة، يوجد كل شيء، يوجد معطيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوجد لوجيسيال للتحليل، يوجد إمكانيات تكنولوجية كبيرة، يوجد بزاف أمور. الناس تطورت والعلم تطور والبلاد تطور والشبيبة راهي تطير، راهي تطير راهي تطير. دروك تجي تقول له محرز مثلا مش مليح، هو اش يدير؟ يدخل للموقع بلا بدون ذكر اسمه، يخرج تنقيط محرز، يشوف محرز ويد فيرجيل يقول لك هذا حتى واحد لاعب في الدوري الانجليزي، دي بطولات اوروبا، دي كاس العالم، عطى المحرز 8، نجي انا نشوف في اي قناه كانت نشوف بلي محرز ما يعرفش يلعب. هنا النق، هنا الدوخ، هنا الدوخ. لهذا نتمنى من السي علي بشيخ وبوحنيكا يسقموا الخط التحريري تاعهم، وراهم في الاونه الاخيره راهم ما شاء الله، راهم ما شاء الله راهم يتكلموا. كان بزاف في اول الامور يقول لك تاع مصالح تاع مصالح، الله اعلم، الاعمال بالنيات، الله يسهل عليهم. المصالح يجي نهار وكيما حنا قالوا كل شيء يكتفي، كل شيء نتلقاو كيما قال لك فن قرقب شويه تراب، السلام عليكم بعد، لا مصلحتك لا مصلحتي، مصلحه تاع الدين وتاع ربي سبحانه. حنا شنو نقولوا؟ ان شاء الله الحصه تكمل وتكمل بالنقد تاعها، ويكون نقد كما حبوهم لكن في مجال رياضي، بدون الإساءة للأشخاص، بدون التعرض لكرامة الأشخاص، بدون السب، بدون الجرح وكذا وكذا. احنا ما شفناهمش يسبوا، واللي راه معزعفانين على كلمة غبي، فإن كلمة غبي في المعجم اللغوي كلمة عادية، كيما واحد تقول له فاشل تقول له غبي، كيما واحد مش عارف أنا أخطأ في حاجة تغلط تقول له غبي، كيما احنا نقولوا بالجايح تاعنا. خاطش علاه هو عطاله السكين ولا عطالهم السلاح باش يقولوا له غبي. والسلام عليكم وتهلاو في رواحكم.